بيتو يكلمني وجه كل احترام للناس وهجرتهم ناحيتهم وبشكركم على ده. انا بشكر الجميع وان انتوا اشتغلتوا معانا. حضراتكم عرفتوا الفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر ولا لا؟ هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر. النادي الاهلي مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور، ولكن هناك تكريم من جهاز الكوره للمدير الفني السابق للنادي الاهلي مستر مارتن لاسارتي، اللي زي ما حضراتكم شفتوا بيسلم على اللاعبين بمنتهى الحب، بمنتهى الود، بمنتهى الاحترام المتبادل ما بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني السابق، سواء مستر مارتن لاسارتي او الاثنين مساعدين الاجانب اللي موجودين معاه. مش هطول في الموضوع ده كتير، ولكن انا بس كنت حبيت اوري لحضراتكم الفارق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر. الموضوع الثالث اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، لان النهارده هيبقى